الصحراء المغربية، فرنسا تكشف عن موقفها من جديد. علقت فرنسا على دعوة رئيس الحكومة أخنوش بإبداء موقف واضح من قضية الصحراء المغربية، وكشفت أن المغرب يعرف تماما موقفنا الذي أكدته وزيرة الخارجية في آخر زيارة لها إلى المغرب في مؤتمر صحفي مشترك مع زميلها ناصر بوريطة. وأوضح المتحدث في لقاء مع قناة فرانس 24 أن موقف فرنسا كان حاسما وثابتا من البداية من نزاع الصحراء، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي التي يتبناها المغرب واقعية وتشكل قاعدة جدية وذات مصداقية في اتجاه حل متفاوض عليه. وأشار إلى دعوة فرنسا إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بالنزاع حتى تصل إلى حل عادل وواقعي.